لي شو عطيت صباح لمصر؟ طبعا اعطيتها حب واخلاص ويمكن سنين عمري كمان. ومهما اعطي مصر بضل مقصره، لانه مصر بلد عظيم وعطتني كثير. طبعا منعرف انه على طول كنت حضرتك بتنقل دايم واقامه تقريبا مقسومه بين لبنان ومصر، وبين يعني مصر عشتي نص بلبنان ونص بمصر. ايه. طيب كمان عمليا ما ساهمتي بشكل فعال بانتشار الاغنيه العربيه؟ ما في شك انه ساهمت بهالقصة، وكنت قد ما بمصر متفهمين الفن وبيحبونا، كل فيلم كان يبقى عندي شرط، يمكن قلت هالشي هيدا، انه يكون في اغنية لبنانية بقلب الفيلم، وكانوا يرحبوا ويقبلوا، فانتشرت الاغنية اللبنانية كمان عن طريق الافلام المصرية. بدي ارجع لاول حكم حكم عليك ست صباح لما كنتي طفلي ورحتي على مصر تغني، واول شخص ما بتذكر مين يلي سمعك وقتها قال عنك بتحبي تقولي يا حضرتك؟ شو قال عني؟ يمكن قالوا عني كثير. اول شخص سمعك وكنت عم بتغني، ايه، قال انه دي صوتها رفيع، صوتها زي صغيره، ايه، بنت صغيره. مزبوط رياض السنباطي. قال بعدها لسه صوتها صغير بس دمها خفيف، ممكن تنجح وكده. طبعا انا قعدت ابكي وانه مش معقول يقول علي هيك، ضاع مستقبلي وهيك، بس عملت اول فيلم القلب له واحد رغم صوتي الصغير نجح كتير. وبعدين هو ذاته رياض السنباطي كم لحن عمل لي استاذ رياض 3-4 الحان. وكان صديقنا، كل يوم نصر نحن وياه. ست صباح، سؤال اخير قبل ما نسمع الغنية، فينا نعرف الصبوحة كم مرة تكرمت؟ كم وسام عندها؟ كم شهادة تقدير؟ يعني اول شيء عندي شهادات تقدير ما بتنعد، وخصوصا من امريكا، وصاروا عاطيني شيء 100 مفتاح وما في مفتاح بيفتح عشي. وطبعا عندي اربع اوسمه من الاردن، ووسام من لبنان، وشارع باسمي، وساحه بالضيعه، شو بدي اكثر من هيك؟ الحمد لله يا رب، يعني الله عم بكرمني اكثر ما بستاهل. وطبعا بكفي قلوب الناس وبالاخص اهلي بلبنان، يا حياتي قديش بحبوني، الله يخلي لي اياكم. طبعا هيدا افضل تكريم. يعني الجمهور قال سبقني على اللي انا بدي اقوله، انه تستاهلي اكثر من هيك بكثير ست صباح. شكرا من لانه الله. اللي اعطيتينا اياه واعطيتي لبنان من هلا لبعد 1000 سنه يمكن ما حدا يعطي، يعني مثل ما الله بيريد. طيب هلا شو الغنية يلي بدنا نسمعها منك؟ بدي غني غنية تلحين الموسيقار بليغ حمدي اسمها زي العسل. اهلا وسهلا فيكي، تفضلي. زي العسل الصبوحة. ما فيش فايدة إلا هو، ما فيش فايدة في
حبنها اتعلم الطير مننا الهوى زينا من صغرنا واحنا بنبني عشنا مع بعضنا من حبنا اتعلم الطير مننا الهوى زينا.